الله. السلام عليكم. حملة أنصار مولاة الزهراء صلوات الله عليها بإذن الله تعالى. اليوم اللهم إني نويت، أنا وكل الأخوة والأخوات المشتركين معي، نوينا اليوم أن نصلي على محمد وآل بيت محمد 1270 مرة، ونهدي ثوابها إلى سيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون دعانا مستجاب عنده بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا إن شاء الله. الأخوة والأخوات كلكم مشتركين وياي، كل من قبل اللي يبدأ بالصلوات يطلب النية اللي يريدها بداخله، خلي داعي اليمنى على صدره أو يطلب النية، بعدها يكمل الورد اللي هو 1270 مرة، يهدي ثوابه إلى سيدتي فاطمة الزهراء، وثلاث مرات يسلم على مولاة الزهراء صلوات الله عليها، أو يطلب الحاجة مالته مقضية بإذن الله تعالى. وما يحتاج أذكركم، قلنا الاستغفار يومي الصبح 1001 ثابت كل يوم، حتى إذا أنا ما أصور ثابت 1001 إن شاء الله. وأهم شيء لا تنسوا والديكم. خالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.